نعم، قد يكون الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب غائباً عن الساحة السياسية حالياً، لكنه وعد الحزب الجمهوري بالمساعدة على استعادة الكونغرس في الانتخابات القادمة. فخلال مأدبة عشاء أقامها في ولاية فلوريدا وحضرها أعضاء من الجمهوريين، أكد ترامب على ولائه المستمر للحزب، حيث ورد في نص كلمته بأن الاجتماع هو للحديث عن مستقبل الحزب الجمهوري وما يتعين فعله لوضع المرشحين في مسار نحو الفوز. كما عبر ترامب عن ثقته الكاملة من استعادة مجلس النواب ومجلس الشيوخ في 2022، إضافة إلى فوز مرشح جمهوري بالبيت الأبيض في 2024 دون الحديث عن خطط له بالترشح. وهذه بعض المشاهد من ظهور ترامب خلال تلك التصريحات. Somebody who loves this country, fought for it every single day, and actually did what he said he was going to do. So thank you so much for being here tonight. And thank you, Mr. President. We love you. And now I'm going to turn it over to the real star of the show, President Donald Trump. وكالة أسوشيتد بريس نقلت أيضاً عن الرئيس السابق قوله إنه مفتاح نجاح الحزب الجمهوري هو المزيد من الترامبية. وكان ترامب قد نفى في وقت سابق تأسيس حزب جديد، مشدداً على التزامه بالحزب الجمهوري. We're not starting new parties. You know, they kept saying, he's going to start a brand new party. We have the Republican Party. It's going to unite and be stronger than ever before. I am not starting a new party. أما عن التقسيمة الحالية للكونغرس بفرعيه، فلحزب الجمهوري 50 عضواً في مجلس الشيوخ، كما للحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ 50 عضواً أيضاً، إضافة إلى صوت نائبة الرئيس كاميلا هاريس الحاسم. وفي مجلس النواب فرق أكبر، حيث للديمقراطيين 218 مقعداً، بينما يحظى الجمهوريون ب211 مقعداً في مجلس النواب.